السلام عليكم الاخوان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. هذه اول حلقه من سلسله ديال الحلقات اللي غادي نخصصها لاعظم الشخصيات اللي مرت في التاريخ ديال المغرب. الشخصيه اللي نهضر لكم عليها اليوم للاسف اغلب المغاربه واغلب المسلمين ما كيعرفوهاش. الشخصيه اللي نتكلموا عليها اليوم هو مؤسس دوله المرابطين. هذه الدوله هذه اللي كنعتبرها شخصيا انها من اعظم الدول اللي دازت في التاريخ ديال المغرب. تخيل معايا انه المغاربه في هذه الفتره هذه اللي قبل تاسيس ديال دوله المرابطين كانوا المغاربه متبعين الديانه البرغواطيه. شنو هي الديانه البرغواطيه؟ هي الديانه اللي جا بها صالح بن طارف. صالح بن طارف ادعى النبوة وادعى انه نزل عليه قرآن اخر بالامازيغية. من ابرز التعليمات ديالو الصيام ديال رجب عوض رمضان، واباح الزواج باكثر من 4 ديال النساء. ملي وصل للسن ديال 47 اختفى، وقبل ما يختفي علم الاتباع ديالو على انه غادي يرجع ولكن في اخر الزمن. تخيل معنا المغاربة كانوا متبعين الديانة هذه وكانوا متشبتين بها. نرجعوا للموضوع ديالنا. في اقصى الجنوب ديال المغرب يعني موريتانيا حاليا كانت واحد القبيله الاسم ديالها قداله. الزعيم ديالها الاسم ديالو يحيى بن ابراهيم. يحيى بن ابراهيم كان يلاه تولى الزعامه وشاف بلي ان المواطنين ديال القبيله ديالو محتاجين اللي يرشدهم واللي ينصحهم واللي يصلحهم على المستوى الديني والاخلاقي. كانوا انحرفوا لواحد الدرجه كبيره وكانوا تاثروا بالديانه البرغواطيه. يحيى بن ابراهيم كانت المعرفه الدينيه ديالو قليله بزاف لدرجه انه ما كانش كيعرف حتى اركان الاسلام، ولكن كانت عنده واحد الرغبه حقيقيه انه يصلح نفسه ويصلح القبيله ديالو. وبالفعل واحد العام قرر انه يحج، وهو رجع داز على مدينه القيروان في تونس وتلاقى تما بالشيخ العلامه ابو عمران الفاسي، وجلس كيرغب وكيزاوب في الشيخ يقول له صيفط معايا شي واحد من طلبه العلم ديالك يمشي ويعلمنا الدين. الشيخ ابو عمران الفاسي كتب واحد الورقه واعطاها ليحيى بن ابراهيم، قال له خذ هذه الورقه هذه ومشي اعطيها لصاحبي، وصاحبي هو اللي غادي يقوم معاك باللازم. صاحبه كان هو الشيخ العلامه وجاج بن زلو اللمطي. وبالفعل يحيى بن ابراهيم مشى عند هذا الشيخ هذا وعطاه الرساله. الشيخ وجاج وافق ورسل معاه احسن طلبه اللي كان عنده في ديك الساعه، واللي هو عبد الله بن ياسين. عبد الله بن ياسين هو مؤسس الدولة المرابطية. دابا بقاو معايا شوفوا كيفاش ان طالب عادي فقير في الصحراء غادي ياسس اعظم دولة من الدول اللي دازت على التاريخ ديال المغرب. عبد الله بن ياسين مشى مع يحيى بن ابراهيم وصلوا للقبيلة، وغير وصل عبد الله بن ياسين بان له بلي ان الاوضاع ماشي هي هذيك، وان الناس في واحد الغفلة في واحد الضياع اللي ما يتصورش، لدرجة انه جبر يحيى بن ابراهيم اللي هو الزعيم ديال القبيلة اللي مشى معاه انه مزوج بتسعود ديال النساء. بدا يحيى بن ابراهيم كيعرف الناس ديال القبيله ديالو على عبد الله بن ياسين، وكيقول لهم بلي انا هذا هو الاستاذ ديالكم اللي جاي يعلمكم الدين، واي حاجه قال لكم خصكم تسمعوا له. وبالفعل بدا عبد الله بن ياسين كيعلمهم التوحيد والفرائض والاسلام الى اخره، لكن بعد واحد الفتره بداو المشاكل. الاسياد ديال قبيله قداله بداو كيحسوا بالخطر، لان عبد الله بن ياسين كان كيساوي ما بين الغني والفقير، وكان كيحرم الغش في الميزان والسرقه والاعتداء واستغلال السلطه. بداو الاسياد ديال القبيله كيحرضوا الناس على عبد الله بن ياسين، قالوا له قبلوا من الدين ديالك اي حاجه الا رجم الزاني وقطع يد السارق، هادو ما نقدروش نتذكروا عليهم. بداو كياديوه وكيضيقوا عليه مجال الدعوه لدرجه انهم واحد النهار غادي يحرقوا له الدار ديالو. صافي عبد الله بن ياسين ما قدرش يستحمل الوضعيه في القبيله وقرر انه يخرج منها، رغم ان الزعيم ديال القبيله يحيى بن ابراهيم كان كيطلب منه انه يزيد يصبر ويتشبت بالدعوه ديالو. ملي شافوا يحيى بن ابراهيم على انه مصر على الهجره نصحوا انه يمشي لواحد الجزيره اللي جات على الحدود مع غانا واللي محاطه بنهر النيل. عبد الله بن ياسين وافق، عجبته الفكره، مشى لتما ومشاو معاه 7 ديال الافراد. ملي وصل عبد الله بن ياسين لذاك الجزيره ومعاه التلاميذ ديالو قرر انه يسمي ذاك المنطقه منطقه الرباط، وسمى الاصحاب ديالو والاتباع ديالو المرابطون، وهذا هو اصل التسميه ديال دوله المرابطين. ودع السيد ديال عبد الله بن ياسين والتلاميذ ديالو، وبداو الناس كيصيفطوا ولادهم عند عبد الله بن ياسين باش يعلموا الدين، وبداو الطلبه كيتوافدوا عليه بكثره. تخيل واحد المده قصيره وصل العدد ديال الطلبه ديالو لالف طالب. ونزيدكم ما كانش كيعلمهم غير الدين، كيعلمهم الدين وكيعلمهم القتال وكيعلمهم كيفاش انهم يصبروا على الحياه في اقصى الظروف. وباين على ان عبد الله بن ياسين كانت عنده استراتيجيه وكان عنده هدف بعيد المدى. اذا عبد الله بن ياسين اصبح عنده 1000 عالم مقاتل. دابا جات المرحله ديال التحرك. عبد الله بن ياسين قرر يصيفط كل شاب للقبيله ديالو يقوم بالدعوه تما، وبالفعل كانوا كيمشيو يعلموا الناس وكيرجعوا عند عبد الله بن ياسين وكيبشروا بان الدعوه ديالو ملاقت استحسان وقبول. بقات الامور ماشيه هكذا حتى واحد النهار عبد الله بن ياسين غادي يقرر يلتقي بجميع الرؤساء والزعماء ديال القبائل، عقد معهم اجتماع. وهذا الاجتماع هذا كيقول المؤرخين على انه دام 7 ايام هو كيحاول يقنع الزعماء ديال القبائل على انهم ما يوقفوش ضد الدعوه ديالو، لكن للاسف الزعماء كانوا كيرفضوا الدعوه ديال عبد الله بن ياسين. هنا عبد الله بن ياسين غادي يخاطب الاتباع ديالو وغادي يقول لهم المقوله الشهيره: قد ابلغنا الحجه وانذرنا واعذرنا وقد وجب علينا الان جهادهم فاغزوهم على بركه الله. بالدارجه قال لهم حنا دابا عملنا اللي علينا والناس بغات الاسلام، ولكن هاد الزعماء هادو راه غادي يوقفوا لنا في الطريق ديالنا، اذا ما يصلح معهم الا القتال والحرب. عبد الله بن ياسين بدا كيحشد القوة ديالو، ووصلوا عدد الأفراد اللي مستعدين يقاتلوا معاه إلى 4000 مقاتل. انطلق بهم قبيلة قدالة هي الأولانية اللي كانت استرداته، وانتصر عليهم، وهادشي كان عام 1434. ومن بعد مشى لقبيلة المتونة انتصر عليهم وفرض السيطرة الكاملة ديالو على ديك المنطقة.
قبائل صنهاجة اللي بقات كاملة ملي شافوا الانتصارات ديالو والعدل ديالو اللي كيطبقوه في المناطق اللي كيفتحها قرروا انهم يبيعوه. انا عبد الله بن ياسين شاف بان المرحله كتطلب على انه ينظم الدوله، ففرض الزكاه وفتح بيت المال للمسلمين ونظم الاقتصاد والتجاره. القوه ديال عبد الله بن ياسين زادت والمرابطين زادوا تقوى، وشاف عبد الله بن ياسين بانه جات المرحله على انهم يواجهوا البرغواطيين. نسيت ما ذكرت واحد المعلومه، هو انه عبد الله بن ياسين ملي فتح قبيله قداله عين يحيى بن ابراهيم اللي كان هو الزعيم ديالها قائد للعسكر. فعبد الله بن ياسين مع يحيى بن ابراهيم قادوا اكبر غزوه واكبر حمله على البرغواطيين وانتصروا عليهم، ولكن للاسف عبد الله بن ياسين تجرح جروح بليغه في هذه الحرب هذه، وحاسب راسه بانه مابقى والو يموت، ووصل اتباع ديالو بانهم ما يتحاربوش بيناتهم وانهم ما تغرمش القوه ديالو، وبالخصوص انهم ما يتنازعوش على السلطه. مات عبد الله بن ياسين رحمه الله عام 451 للهجره، واتفقوا المرابطين على انهم يعينوا ابو بكر اللمتوني خليفه من بعد عبد الله بن ياسين. ابو بكر اللمتوني غيكمل المسيره ديال عبد الله بن ياسين وغيستمر في الفتوحات حتى يتلقى بولد عمه يوسف بن تاشفين ويتنازل له على الحكم. في عهد يوسف بن تاشفين غتوصل دوله المرابطين للاوج ديالها على مستوى اقتصادي والعسكري والسياسي. قبل ما نسالي الحلقه نقول لكم شخصيا شنو استفدت من هذه القصه هذه. اول حاجه، اذا قارنا التدين ديال المغاربه في هذا العصر هذا مع المغاربه في ذاك الوقت، فالحمد لله كنظن على اننا احسن منهم بألف درجه. ثانيا، عبد الله بن ياسين بغى الاصلاح وشاف بلي ان احسن نموذج ديال الاصلاح هو السيره النبويه، فملي تعرض للاضطهاد من القبيله ديالو هاجر، ثم بدا الدعوه وبدا نشر العلم، وحتى حس بلي ان الشوكه ديال المرابطين تقوت، ديك الساعات بدا المواجهه مع القبائل اللي كانت ضده، وفي النهايه كان الانتصار والفتح المبين. اذا كان عندكم اي اقتراحات ديال شخصيات اللي بغيتوا تعرفوا عليها اكثر، ما عليكم الا تواصلوا معي في التعليقات ولا على الخاص، وغنخصص لها حلقه ان شاء الله. الى عجبتكم الحلقه دعموني بلايك وبارطاج وتهلاو.